اذا لا رح ناخذ هذا 3 third order system then closed loop control L 2 improve the system dynamic response of this third order system. We use a sensor transducer for feedback. إذا ناخذ الثيرد اوردر سيستم وهي هي البلانت وهذا الجزء الاول وهذا الجزء الثاني وهذا الجزء الثالث وهون تاو 1 كانت 1 سكند تاو 2 3 سكندز تاو 3 5 سكندز فان الاوتبوت راح نركب على هذا الاوتبوت الان هون سنسر. هلا راح افترض انه السنسر هاي ما الها فيرست اوردر ريسبونس زيرو اوردر سيستم. شو يعني زيرو اوردر سيستم؟ مش دايم اللي بدخله بطلع. اذا هون وي ويل اسيوم ذات سنسر از ا زيرو اوردر طبعا هي بتحول متذكرين شو كنا نقول بحول السنسر بحول لي من فيزيكال سيجنال لالكتريكال تمام من فيزيكال سيجنال يعني مثلا سبيد تمبرتشر بريشر فور اكزامبل سبيد تمبرتشر بريشر الى الكتريكال مثلا فولتج كرنت ممكن يكون بالسيف فريكونسي ممتاز ممكن تكون بالسيف ممكن تكون اذا كان شافت انكودر اذا كان شافت انكودر كل ما زادت سرعته بعطيني بالسيف اكثر اذا هاي هذا هو راح ناخذه هلا راح نعمل كومباريزن كومباراتور ايش الاشاره هون بنطرحها طرح شو سمينا هذا النوع من الفيدباك نيجاتيف فيدباك لانه اذا استعملنا بوزيتيف فيدباك شو بصير السيستم انستابل اوكي نيجاتيف فيدباك ولذلك هذه هون نيجاتيف ساين هون عندي هلا بندخل الديزايرد فاليو وهذا صار اسمه اكتشوال هلا هون لازم يكون عندنا كنترولر فهاي كنترولر من هون واللي كان مثال عليها بي مثلا او بي اي او بي اي دي امثله على الكنترولر وهون رح يكون عندي هون الاوتبوت اللي هو الاكتوال فاليو وعندي هون الانبوت رح ادخل ستيب فانكشن زي ما عملناه بالحاله هذه هلا هون راح نستخدم تايب اوف كنترولر او كنترول الجوريثم مش هيك؟ متذكرين ميزنا بين كنترول الجوريثم والفيزيكال كنترولر اذا الكنترول الجوريثم in this case we could use ايش انواع الكنترول الجوريثم ممكن نستخدمهم؟ ممكن استخدم بي ايش يعني بي؟ Proportional. طبعا هاي النقطة ايش اعطتني بين التنين؟ ايرور الايرور تمام بس هاي النقطة هون رح تعطيني هذا هون ايرور اللي هو اي اوف تي والايرور بيساوي الديزايرد ماينس الاكتشوال ديزايرد فاليو ماينس الاكتشوال سيجنال اذا عندنا هون بروبورشنال كنترولر البروبورشنال كنترولر ايش راح تعمل؟
ايش كل راح تعمل البروبورشنال كنترولر؟ بترفع الرايز تايم. بس قبل بس مضبوط كلامك، بس قبل هيك ايش راح تعمل في الايرور هذا؟ شو راح تعمل؟ الشيء الوحيد راح تعمله البروبورشنال كنترولر في الايرور قليله، راح تضربه في فاليو، بس راح تضربه في كيف؟ اذا البروبورشنال كنترولر مالتيبلايز multiplies the error by a constant. ممكن استخدم item والitem ايش بعمل؟ integral. integrates. اذا هذا هون integral integrates the error. او ممكن استخدم determ derivative اللي هي differentiates. error. تمام، هذه هي، هاي بنسميها three term او PID controller.